لا يا ماما احنا محتاجين لك قوي، وطارق بالذات محتاج لك، بس هو دماغه ناشفه. اوعي تسيبيه يا ماما. مش تعرفي حاجه عن طارق ما بتقولهاش؟ لا انا اقصد يعني انك لو سبتي طارق اكيد حيتوه، لان انت اللي مربياه وخلاص عارفه طباعه ومميزاته وعيوبه، انما اكيد بابا مش هيستحمله زي ما انت استحملتيه. هو في خلافات بينه وبين ابوه؟ لا انا ما قلتش كده، بس انا خايفه ده يحصل. وتفتكري يعني بقى انا اقعد هنا عشان احميه من الخلافات مع ابوه، واسيب الغلبان ده هناك اللي مستعد يعمل عشاني اي حاجه؟ طب انت يا حبيبتي في حياتك ومستعده تضحي باي حاجه عشانها، وطارق مع ابوه اللي هناك ده بقى لو انا سبته مين اللي هيبقى معاه؟ ممكن تقولي لي؟ طب هو ليه سافر اصلا وليه عايز يفضل قاعد هناك؟ لانه اندبح من اقرب الناس لي هنا. تفتكري ده مش سبب كافي؟ ما هو كافي لإلي شهر، ممكن القعده تطول لشهر شهرين ثلاثه. جري يا مازن، تشدد حيلك علينا قوي كده ليه؟ في حد بيقضي شهر العسل شهرين ثلاثه؟ المفروض تكوني فرحانه يا ام ساره، بسوي شهر عسل كتير حلو. ساره بتكون سعيده، شهر عسل بيكون كتير حلو كتير جميل. ما هي طبعا فرحانه يا مازن، بس هي حامله هم بعد بنتها عنها، وده طبيعي وانت لازم تقدره. بكره لما تخلف هتقدر اللي انا بقوله. والله يا ماما انا ما هقدر اطول وانا بعيد عنك، عارفه انا بس بقول كده عشان فرحانه وهسافر اكتر من بلد، لكن انا واثقه ان انا من اول يوم هعيط واقول رجعوني لمامتي. هيك انت عيله راح اخاف منك. لا ما تخافش يا استاذ، مامتها قالت نفس الكلام. كنا متجوزين وبنقضي شهر العسل في اوروبا، بعدها بكم يوم قالت لي لا انا لازم ارجع اطمن على ماما. طبعا انا فضلت افسحها والف بيها وافرجها اماكن جديده لحد ما نسيت خالص وقالت لي انا عايز اقعد هنا على طول. جري يا عامر، انت بتشجعه عشان تخليه ينسيها مامتها؟ طب ايه رايك بقى لو عمل كده هيلاقيني طبيت على راسه هناك. تنوريني وتنوري بيتي وتنوري عيلتي، وانت فوق راسي من فوق. ممكن احجز تذكرتين لكم وتيجوا معانا دلوقتي. ايه ده، عايز تخليه شهر بصل مش عسل؟ طب والله يا ريت يا بابا. يبقى شهر بصل. بعد الشر، ربنا يسعدهم. امتى تحبوا كتب الكتاب؟ ايه يا هانم، محتاجه قد ايه عشان تكوني جهزتي نفسك؟ انا جاهزه، خلصت كل الرفايع، فاضل بس فرش الشقه، وده مش هياخد غير يومين ثلاثه على الاكتر. خلاص كتب الكتاب يبقى يوم الاربعاء. واشمعنى الاربعاء؟ اهلي بيجي يوم الاربعاء وبيقضوا ويانا يوم الخميس ويسافروا الجمعة، تبدأ أعمالهم من أول الأسبوع. على خيرة الله، ربنا يتمم بخير. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا ماما. مش كان المفروض إسماعيل يبقى معانا هنا؟ أنا قلت له إن إحنا النهاردة نحدد كتب الكتاب. اخس عليك يا إسماعيل، ما تطلع تقعد معانا شوية. معلش يا حبيبتي والله مش هقدر، المفروض كنت أكون في البيت من زمان علشان مازن هناك. ما هم بيتفقوا على كتب الكتاب، وإحنا كمان مش كنا بنلف على محلات الموبيليا عشان بيتنا؟ طيب يا حبيبتي علشان سارة كمان ما تزعلش مني. لا انا مش عايز ساره تزعل ابدا. طيب سلمي على طنط وعمي قوي. ها حاضر، مع ان انكل رشدي مستنيك عشان تطلع تلعب عشرتين طاوله معاه. سلمي عليه قوي وقولي له بقى ان انا هفضله نفسي علشان اجي اكسبه عشرتين طاوله محترمين. حاضر حبلغ. يلا باي باي. باي باي، كلمني اول ما توصل. اكيد يا حبيبتي، باي باي. انت كمان وحشتيني قوي. ولو اني زعلانه منك لانك قطعتي خالص ولا كان في بينا عشره. معلش يا نهى، احنا علاقتنا حصل فيها مشاكل كتير قوي، بس كان لازم تنتهي في الوقت ده. ومين الوقت اتدخل؟ كنت واقفه مع ده جو جديد. اخسى عليكي ما تقوليش كده، ده خطيبي، انا خلاص قربت اتجوز. بجد الف مبروك. الله يبارك فيكي، عقبالك. المهم يا نهى طمنيني عليكي، انت اخبارك ايه؟ انا خلاص ما بقتش عارفه اخبار ايه بالظبط، ما اقدرش احدد. يعني ايه يا نهى؟ يعني انا عايش شخصيتين زي زمان واكتر شويه، بعمل كل اللي انا عايزاه بره، وفي البيت بقعد بصوره البنت البريئه الملتزمه اللي بتسمع الكلام. الله، انت مش كنت التزمتي مع مامتك وحياتك انتظمت؟ ما نفعش، حاولت وما نفعش. امنيه، يا ترى اقدر ازورك واقعد اتكلم معاكي ولا هتبقى فيها مشكله؟ طبعا يا نهى، تشرفي اي وقت يا حبيبتي. بترحبي بواحده كانت هتوديكي في مصيبة كبيرة زي اللي كنت فيها دي. استني يا صفية لما نشوف وجهة نظر أمنية ايه. والله يا أنكل ما فيهاش وجهات نظر ولا حاجة، أنا انكسفت
واحده واقفه بتكلمني والدموع في عينيها وشبه بتترجاني انها تيجي تقعد تتكلم معايا. عايزين اقول لها ايه يعني؟ حطوا نفسكم مكاني. لا مكانك ولا مش مكانك، ازاي تقابليها في الشارع وتاخدي وتدي معاها في الكلام؟ دي تشبهك يا ماما. انا كنت فاكره انها بقت كويسه خلاص. صفيه انت كده موقفك مش مظبوط. كده انت بتغلطني يا رشدي. انا مش بغلطك، انا بقول ان مسؤوليتك كأم بتخليك تنظري للحكايه بشكل مختلف. يعني عايزني ارحب بواحده كانت بتاذي بنتي وعايزه توديها سكه اللي يروح ما يرجعش؟ والحمد لله رجعت بالسلامه وربنا حفظها. مش جايز البنت دي محتاجه لحد يقف جنبها ويعدل سلوكها؟ بعيد عن بنتي، يسيبوها في حالها ما يغرقوهاش الغرقه دي. ان شاء الله امنيه مش هتغرق. اولا لانها بقت عاقله ومتزنه وعارفه مسؤوليتها. تاني حاجه بقى في اسماعيل في حياتها وهي عايزه تحافظ عليه. ربنا يخليك ليا يا احلى انكل رشدي في الدنيا كلها. ايوه يا اختي الكلام جه على هواكي. يا ماما صدقيني انا لا يمكن اغلط تاني ابدا، بس والله نوها صعبان عليا قوي. البنت مقسومه نصين، حضرتك ما بتشوفيش مامتها بتعملها ازاي؟ دي الابتسامه ما بتشوفش وشها ابدا. صفيه ما تيجي ندي امنيه فرصه مع البنت دي، وانت كمان حاولي تقربي منها، جايز ربنا يساعدك وتعديلي سلوكها. يعني ايه؟ عايز نفتح البيت مؤسسه اجتماعيه وفيها ايه؟ تخيلي لو امنيه لقت حد يساعدها ويقف جنبها لما كانت مثل الحاله دي، مش كنت هتشكريه وتحفظي له جميل وتقدريه؟ اتصلت بيكي 3 مرات على الموبايل، الموبايل بيرن وانت ما بترديش. تعرفي لو كنت عامله حاجه غلط ولا مخبيه عليا انا هوريكي. ما تردي هنا عليا، ما بترديش على التليفون ليه؟ كنت عامله موبايل سايلنت ونسيت افتحه. فيها ايه دي؟ ايه ده؟ كلميني عدل يا بنت انت، مالك بتتكلمي بالطريقه دي ليه؟ اتعدلي احسن وديني عدالك، انت فاهمه ولا لا؟ حكيم انت خلاص ما بقيتيش تجري الا بالطريقه دي. انت ما بترتاحيش غير لما تزعقي وتشتمي وتضربي. انا خلاص زهقت، تعبت تعبت. انت كان انت اللي زعقتي فيا يا حيوانه. انا مش حيوانه، انا محتاجه منك كلمه حلوه، محتاجه منك ابتسامه حلوه، محتاجه احس انك امي مش سجنتي. ارحميني بقى من الطريقه دي، انا زهقت. لا انت لازم تتعاقبي عقاب شديد جدا عشان تفوقي روحك. ماما انا بقولها لك لاخر مره، انا محتاجه منك دفى، محتاجه منك مناقشه وثقه تقربنا من بعض. مش عايزه اخاف منك، عايزه اخاف على زعلك. ايوه ايوه ابتدي بقى في كلام الافلام الهابطه ده اللي لا يجيب ولا يودي وبوظ مخ الشباب. هي فين الافلام دي؟ ده التلفزيون ما نولعش، الكاسيت ممنوع، دش ما نجيبش. ايه ده؟ افرجيها عليا شويه، انا زهقت واتخنقت. انا بقى هوريك الخنقه اللي على حق ربنا. خلاص جامعه مفيش، وده قرار نهائي مش عقاب مؤقت. والله العظيم لو عملتي كده هموت نفسي واكتب ورق ان انت اللي عملتي فيا كده. ايه الكلام ده؟ انت اكيد بتعرفي ناس مجانين، هم اللي وصلوكي انك تقولي الكلام ده، هم اللي غيروا مخك بالشكل ده. انا بقى واجبي ان انا احميكي من الناس دول. احميني منك؟ من اللي بتعمليه فيا؟ والله العظيم انا نفسي اكون كويسه، بس انت اللي بتخليني اعند. اسمعي بقى اما اقولك، انا ربيت وكبرت وعلمت، رسالتي خلاص كده خلصت، واذا كان على السنه الاخيره في الكليه ففي 60 داهيه يجي ماجد ابن خالتك يتجوزك، وكده بقى انا وصلتك لبر الامان. لا ماجد لا، ما بحبوش، بقرف منه، ما بطيقش حتى اسلم عليه. شفتي؟ اكبر دليل انك مش عارفه مصلحتك انك مش عايزه ماجد. يا ناس يا ناس، حد يجدني من اللي انا فيه؟ خلتني احبك. بسم الله الرحمن الرحيم. مين بس اللي افتكر وخبط عليا بابي؟ ربنا يردك بالسلامه يا احمد يا ابني، انت الوحيد اللي بتسال عليا. ست هاني يا ألف خطوة عزيز، يا ريت مليون مرحبا. اتفضلي. ازيك يا عم؟ الحمد لله، بعد طلتك عليا أنا بقيت زي الفل بإذن واحد أحد. يا أهلا وسهلا، ده النهارده عيد والله. طمنيني
اخبار سي احمد ايه؟ الحمد لله بخير وبعت لك السلام. يسلم ويعيش ويبارك لك فيه ويحافظ لك عليه. ده هو الحقيقه يعني الصراحه يعني حته من ابوه، الطيبه والحنيه والكرم. فعلا هو كمان بيحبك قوي وبيحس ناحيتك بمسؤوليه كبيره ودايما بيرتاح في الكلام معاك. ده عشان معدنه طيب واصيل. مش عايز اقول لك يعني ان هو حن عليا من ابني اللي ما بيسالش عليا بالشهور ولا يخبط على بابي ورماني في الشارع ولا همه. عايز اقول لك ان سي احمد يعني هو اللي لمني من نومه الرصيف اللي انا كنت حنامها. هو ابنك لسه مقاطعك لدلوقتي؟ ما جاش يشوفني هنا غير نوبتين، وفي النوبتين يا ست هانم كان بيتطول عليا وعايز ياخد مني فلوس. فلوس؟ منين؟ هو مش شايف حالتك؟ بقى بدل ما يديلك عايز ياخد منك؟ اصل هو فاكر ان انا مخبي فلوسي تحت البلاطه ومش مصدق ابدا ان كنت اللي جبتولي الشقه دي، مصمم ان انا معايا فلوس. حلفت له بكل الايمانات برضه مش عايز يصدقني. منها لله بقى اللي مقسيه قلبه ومقوياله دماغه عليا. معلش بكره يعرف قيمتك ويحس بيك ويجيلك ويطلب منك انك انت تسامحه. ساعتها هتاخده في حضنك وهتسامحه حتى لو جواك لسه زعلان منه، لكن هتفتكر ان الكلمه الطيبه والمعامله الكويسه ممكن تخليه يرجع نفسه ويتغير. ربنا يهديه ويهدي لك كل عاصي يا ست هانم. اصل برضه الضنا ضنا مهما عمل. ايوه فعلا يا عم. وستاري عامل ايه؟ الحمد لله ربنا بس يخليهم وان شاء الله كل واحد هيرجع مكانه. امسك يا عم عبده. هي دول بس يا ست هانم؟ ايه يا عم عبده؟ ده انت طول عمرك معانا وواحد مننا، والمرحوم محمود كان موصيني عليك، طول ما ربنا مديني وانا قادره انت مسؤول مني وفي رقبتي وعمري ما هتخلى عنك. ربنا يخليك يا ست هانم، ده انتوا خيركم عليا غرقني وفايض كمان. ربنا يخليك. عم عبده انا مسافره لاحمد يومين بس يمكن اغيب فتره، خليهم معاك وانا لما اجي اشوف الاولاد هعدي عليك، واي حاجه تعوزها انت مسؤوليتي انا. ربنا يخليك لينا يا ست هانم، ولا يحرمناش منك ولا من عطفك ولا كرمك. والله انا لو فيا صحة كنت اسافر معاكي واكون خدامك وتحت امرك. ربنا يخليك يا عم عبده ويديلك الصحة. هتوكل انا على الله اشوف وشك بخير. تروحي وترجعي لنا بألف سلامة يا ست هانم، وسلام كبير وخصوصي لسي احمد بيه، قول له النصيب لا اله الا الله يا ستي. سيدنا محمد رسول الله. مالك يا ابني صوتك خضني؟ خلاص يا عادل ماما مسافره. طب وليه تسيبها تسافر؟ روح قول لها انا بقيت في الهوا وماليش حد الا انت، وحاول كده ترضيها وتصالح اخوك وتخلص الحكايه المسخه دي يا اخي. وبعدين خلاص كل اللي كنت باني عليه احلامك طار، ولو جدع حصله. يا عادل انت مش عارف تقدر احساسي، انا نفسي اروح اترمي تحت رجل ماما وابصها مش بس اروح لها، بس مش قادر. مش عارف ايه اللي يتقال. انا اللي عملته عشان خاطر بابا ما خليش راجع قدامهم. ماما متاكده دلوقتي ان انا سرقت احمد، هي عارفه كده كويس وهو كمان عارف كده كويس. عارفين ان انا سرقتهم عشان بابا يعلى واتحداهم بيه. هقول لهم ايه بعد ده كله؟ وبرضه هتعمل ايه لو ما قلتلهمش؟ تقدر تقول لي هتصرف منين وهتعيش فين وازاي؟ بص يا عادل انا مشكلتي الحقيقيه هنا، حربي الحقيقيه اللي لازم اقعد لها هنا، ما اقدرش اسيبها. فلوس اللي كانت في البنك وفلوس اللي انا شلت مسؤوليه سرقتها دي لازم ارجعها وباي ثمن مهما كان الثمن ده. انا مش هفضل اخد على قفايا كده منه واسكت. صعب. زمان رمانا الواحد غريب عننا يربينا ويصرف علينا ويكبرنا ويعلمنا، ودلوقتي خلاني اسرق فلوس الراجل ده عشان هو يروح لديها لمراته التانية، ويا عالم اذا كان له منها اولاد ولا لا. ياه
صحيح، الفلوس دي هتطلع سبع سما يتنزل سبع ارض. لما كان ابوك هيجيب لك ويعمل لك كنت طاير بيه، ودلوقتي لما خد منك كل حاجه عايز تقتله. انا لو كنت اقدر اقتله كنت قتلته. يا نهار اسود، تقتله؟ ممكن الانسان يقتل ويذبح من غير سلاح ولا دم، وهو ده اللي انا عايز اعمله فيه بالظبط عشان اخد حقي منه. يا طارق كفاياك بقى، انا صحيح ساعدتك في حاجات كتير على امل ان احنا نعلى نكبر مع بعض، لكن مفيش مره عملت فيها عامله الا واتقلبت عليك، واديك اهو لايس وملوثني جنبك، فبلاش بقى تكتر مشاكلك. انا كل طرقي اتسدت خلاص، وما بقاش فيه قدامي غير طريق واحد بس، ان ارجع فلوسي دي باي طريقه وباي ثمن مهما كان الثمن ده. واللي عمل حاجه وحشه مره ممكن يعمل 10. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو المحل ده قافل ليه؟ واخدين اجازة؟ لا هو مقفول شوية عشان بيعملوا شوية تجديدات. طب واللي عايز الهانم صاحبة المحل يوصل لها ازاي؟ انت ليكي شغل او مصالح مع الهانم؟ ها؟ اه طبعا ليا شغل ومصالح. هي قالت لي لو حد من العملاء بتوع المصنع جه اديه تليفون بنتها مس حنان. اه بالظبط، انا بقى من العملاء بتوع المصنع، والنبي انت مكشوف عنك الحجاب. طب خد المحمول بتاع مس حنان وهي هتتفاهم معاكي. متشكرين يا عسل. تاكس. استاذ عمر، ابوس ايدك ابوس ايدك، بلاش استاذ دي، انا خلاص تعبت من الرسميات. طلعي طلعي اللي في قلبك بقى واظهريه، احنا خلاص ما عادش فينا موانع يا مريم. انا نفسي تفوق من الغيبوبه اللي انت فيها دي والاوهام اللي معايش نفسك فيها، حقيقي انا زعلانه عشانك. شفتي شفتي؟ اديكي زعلتي علشاني، يا ريت بقى تحسي بالذنب علشاني، وتحسي بالذنب كمان علشان قلبك اللي كاتم حب جواه ومعذباه من غير سبب. اللهم طولك يا روح. بقولك يا مريم، بقولك ايه، احنا لازم ناخد خطوة ايجابية نواجه بيها العالم كله ونقف قصاد كل الموانع اللي بينا. وايه بقى الخطوة دي؟ نتجوز، نتجوز بقى وكفاية عذاب وألم. حقيقي انا مكسوفة ان انا عاملك يعني على انك سوري مجنون، بس الحاجات اللي انت بتعملها وبتقولها مفيش بني ادم عاقل يصدقها. طبيعي طبيعي، اي قصة حب عنيفة وكبيرة زي قصتنا دي يا مريم مفيش حد في الزمان ده بيصدقها. شوفي بقى، احنا دلوقتي نخش نقعد مع بعض سوا شوية علشان نخطط لمستقبلنا سوا، علشان لما نتجوز نحقق كل حاجة كده شروة واحدة. خلاص انت خطط وانا موافقة، انت بقى تقعد في شقتك كده تخطط وتاخد رأي حسناء. لا حسناء، لا حسناء دي يعني مدوره كده وحطها في الجوازه، طول عمرها بتحارب حبنا دوت وجوازنا. احنا نقعد مع بعض يا حبيبتي ونخطط سوا. خلاص احنا نتقابل بعد بكره، واللي انت هتخططه انا موافقه عليه، وباذن الله كل حاجه تبقى تمام. عن اذنك. امتى امتى تيجي بقى؟ بعد بكره امتى؟ هو اللي بعد بكره ده يا عمر؟ ايه اللي جرالك؟ ده انت مهندس قد الدنيا وعقلك ده يوزن بلد، في ايه؟ بحبها حسناء، فاهمه يعني ايه بحبها؟ وانا متاكد بقى انها بتموت في حاجه اسمها عمر، انا بحس بكده في نظراتها. اعقل يا عمر، مريم ما هياش مراهقه ولا في عواطفها ولا في تصرفاتها، انت فاهم؟ يا ستي بقول لك انا وهي بنحب بعض، الناس كلها ملاحظه الحكايه دي، انت مش ملاحظاها ازاي؟ اطلعي انت منها بس. انت حر، انا نبهتك وخلاص، بس المهم ما تخسرنيش صاحبتي دي، عشره عمر وانا بحبها، انت فاهم؟ ما تخافيش، العشره والصحوبيه دي هتبقى نسب وهتشوفي. دي مريم دايبه فيا. تعالى يا ابني. ايه لازم تتاكد ان ممدوح مش هنا عشان تدخل؟ ما انا مش عايز احتك بيه خالص بعد اللي حصل. ما هو كان كده الاول، لكن هدي خلاص، هو عارف على فكره انك جايلي. طيب سيب الوقت هو اللي يدوب بينا الموضوع ده،
بلاش احتك بيه عشان ما نتخانقش تاني. مالك شكلك كده زي ما تكون واخد علقه. هو في اكبر من العلقه اللي اديها لي ابويا؟ قولي لي، اوعي إيه تكوني قلتي لماما على اللي حصل. اسكت، مش كنت هقع بلساني قدامها، بس الحمد لله لحقت نفسي على اخر لحظه. وهي حست بحاجه؟ لا لا خالص، ما تخافش. هي لسه مصممه على موضوع السفر ده؟ انت ما بتكلمهاش ولا ايه؟ بهرب من الكلام مع واحد، مش عارف اقول لها ايه، مش قادر اقول لها سافر وسيبيني مع السلامه. انا وجعتها كتير واللي عملته معاها مش قليل، مش عارف اعمل ايه بصراحه. يا ترى انت بتكابر ضد نفسك، انت عارف كويس قوي ان انت بتتاذي وبرضه دماغك ناشفه. يا ابني فوق، نفسي تعترف بغلطتك ولو مره واحده. اعترف بس مش دلوقتي. ليه؟ دلوقتي احسن قبل ما تتورط وتندم وما يبقاش عندك بدايل خالص. انت مش ملاحظه يا حنان ان النصايح اللي انت عماله تقوليها لي دي هي نفس النصايح اللي احنا كنا عاملين نقولها لك بخصوص ممدوح؟ ومع ذلك رجعتي له واتمسكتي بيه وفضلتي معاه. الزوج غير الاب يا طارق، الواحده بتفضل محافظه على بيتها لاخر لحظه، خصوصا لما يكون في حب. هو الواحد يعني مش المفروض يفضل محافظ على ابوه لاخر لحظه؟ ما تزعلش مني يا طارق، انا اه بحب بابا وكل حاجه، بس مش عارفه ليه ما بحسش بانتماء ناحيته. ازعل منك ليه؟ اذا كنت انا بقيت اكرهه مش بس مش حاسس بانتماء ناحيته. يبقى خليك مع ماما احسن. لما اخد حقي الاول. الو، ايوه انا حنان، مين حضرتك؟ انا عايزه مدام مريم او استاذ فريد ابو العيله. انا انا اسمي وفاء. وفاء؟ بس مدام مريم مسافره وما عندهاش وقت تتكلم حد، ممكن اعرف عايزاها في ايه؟ حاجه شخصيه؟ لا انا ما اعرفش الاستاذ فريد فين. طب ممكن تخليكي معايا ثانية واحدة؟ ايه في ايه؟ هي بتسأل عن بابا؟ عايزة منه ايه؟ معرفش، ملحقتش افهم منها. طب شوفي أي طريقة تديهاني بيها، بس ما تقولهاش إن أنا ابني. أمال أقول لها إيه؟ قولي لها إيه؟ قولي لها مدير أعماله. ألو؟ بصي أنا ممكن أديلك مدير أعمال أستاذ فريد، هو أكيد عارف هو فين. أهو معاكي. ألو؟ أيوة يا فندم، أنا مدير أعمال أستاذ فريد. في حاجة مهمة ممكن أبلغها له؟ هو مين حضرتك؟ انا اخت مراته التانية، او يعني اللي كانت مراته، اصل هو طلقها بعد ما المدام مريم عرفت انه متجوز. ويا ترى بقى هي اللي بعتاكي ولا انت جايه له من نفسك؟ لا يا حبيبي، انا ما حدش بعيدني، انا اللي جايه من نفسي. وعايزه في ايه بقى؟ الله، جرايه وكيل اعماله، مالك نازل فيا اسئله شرق وغرب وهب ودب كده ليه؟ وبعدين انت مش قلت لي خليكي عندك، وانا حاجه يوديكي عنده؟ لا بصراحة كده شاكك فيك ومش مصدقك، وحاسس يعني ان انت مخبية حاجات كتير قوي ورا تطوير الكورة ده. لا بقى، ده انت لو كيل اعماله ولا وكيل احواله، انت شكلك كده مباحث وهو بعتك تعرف ايه الحكاية وتقرش الفولة. ولا انت بقى اسمك وفاء ولا انت اخت مراته اصلا. ايه ده ايه ده ايه ده، مين اللي قالك الكلام ده؟ انا هقولك بصراحة، اصل هو بصراحة كان معايا في العربية، وقبل ما نقرب منك بص عليكي كده وقال لي لا دي اخت مراتي ولا اسمها وفاء، وقال لي انزل مشيها. بقى هو قال لك كده؟ ماشي يا بابا، لما اشوف خلقتك. بابا، هو فريد ابو العيله يبقى ابوكي؟ ايوه، وانا كنت عماله داري واخبي عليه وعلى اسراره عشان ما افضحش المستخبي، لكن كده بقى لا، انا هعرفه ان الله حق، وروح قول له كده، قول له قمر بتقول لك ان ما رجعتش حقها هي وامها هتدفعك الثمن غالي. قمر وينه؟ علشان تلحق تبلغ الرسالة. استني بس، استني، رسالة ايه؟ ثانية واحدة، يعني انت بنت وهو واكل عليكي حقك انت وامك؟ مالكش دعوة، انت اللي عليك تروح تبلغ، الكلام بعبله فاهم؟ ثانية واحدة، اصل انت بصراحة صعبتي عليا وانا عايز اقف جنبك. لا يا اخويا، اقف جنب نفسك، انا ب 100 راجل. اخويا؟ ايوه، وبلغه الكلام ده. سلام يا وكيل اعماله. يا بنتي ثانية واحدة، ثانية واحدة، اصل ولاده موصيني ان انا اجيب لهم حقهم منه، لانه واقع عليهم حاجات كتير قوي. ولاده طارق وحنان؟ الله، طب ما انت عارفاهم اهو، امال هم ليه مش عارفين عنك اي حاجه؟
لما تشوفه بأسأله. طب انتي مش عايزاني اجيب لك حقك زي ما هجيب لهم حقهم؟ لا لا لا، لان انا مش زي طارق وحنان. انا يوم ما عاوز اجيب حقي هجيبه. على فكره انت ما تعرفش انا بابا بيحبني ازاي. ده ما بيقدرش يغيب عني كتير، يغيب يغيب ويلف يلف ويرجع لنا في الاخر، ودايما يقول لي يا قمر يا حبيبتي ده انا اللي مربيكي، ده انا اللي مهننك، ده انا ما عشتش معاكي قد ما عشت معاهم، ده انا ما خلفتش غيرك. ابقى روح بقى بلغ ولاده كل اللي انت سمعته. سلام. كنت فين يا مقصوفة الرقبة لغاية دلوقتي؟ بقولك يا ماما، هنا بيسيبيني في النصيبة اللي أنا فيها. تبقي قابلتي المخفي حسن وحرق دمك زي عادته. حسن إيه يا ماما بس في الوكسة اللي إحنا فيها دي؟ مش لما أبقى ألاقي سبع البرومبا الأول. يبقى قصدك أبوكي، لقيتيه يا بت؟ عارفة يا ماما المثل اللي بيقولك تيجي تصيد ويصيدك؟ أهو ده اللي حصل معايا النهاردة. استنصحت يا أختي واستسكيت وقلت أخد رقم بنته حنان أكلمها أسألها عليه، يمكن أعرف منها هو فين ولا بيعمل إيه. الاقي يا اختي يبعت لي واحد يقول لي قال ايه ان هو وكيل اعماله، بس على مين؟ اقطع دراعي من هنا ان مكان ده ابنه طارق. يا نصبتي بعت لك ابنه؟ شوف الراجل ابو عين بكسل قادر. شوف يا ماما انا لحد دلوقتي مش عارفه هو اللي بعته ولا الواد ده اللي جه لوحده، بس الواد ده يا ماما عليه خبص ومكر ما يعلم بيهم الا ربنا. بس هو قال لي في وسط الكلام ان هو برضه هربان من ولاده، شكله عمل فيهم عامله كده وبيدوروا عليه. ايوه يا قمر كده بقى تبقى بنت لبيتها بجد. يبقى هو فعلا نصب على العيال وبيدوروا عليه، وانت ما اتكلمتش ما صدقوا جريوا عليكي بيتنشقوا على اي خبر منه. انا برضو شكيت في كده، خصوصا ان الواد جه ورايا لحد هنا بعربيته. اه يا غبيه، جبت لنا وجع الدماغ بالتليفون ده، ما شفتنيش الاول يا بت. يا ماما يعني انا كنت هعمل ايه؟ انا كان نفسي اعرف اي حاجه كده عنه. وديك قابلت ابنه يا عالم اللي هيحصل بعد كده. لا لا لا، بس انا عاجبك قوي، ده انا اديته كلام صح الصح ويسم البدن. فالحه كسبنا صلاه النبي، هو عمال يقش ويهبر واحنا عمالين نقول في كلام. ونبي يا ماما ما تزودهوش عليا الله يسترك، انا فيا اللي مكفيني. ده حتى ما رضيش يجي يوصلني المطار. معلش يا ماما، والله طارق قال لي انه مش قادر يكلمك ولا يقعد معاكي لانه مش قادر يستحمل الفراق. انا لما كلمته قال لي يا خالي انا صعب عليا قوي فراق ماما، بس انا في الفتره دي بالذات قدرت امسك الخيط اللي بدور عليه من زمان. خيط؟ خيط ايه؟ والله هو ما قاليش، ولما سالته قال لي هقول لك في الوقت المناسب. اكيد حاجه بخصوص الشغل يا ماما، انا قلقان عليه قوي. ما تقلقيش يا حبيبتي، احنا كلنا معاه وحواليه. عامر من فضلك خليك جنبه، ما تسيبوش لابوه، انا مش عارفه هو ناوي يوديه على فين. ما تخافيش يا مريم ما تخافيش. وانت يا حنان قربي لاخوكي، ما تغرقيش في حياتك الشخصيه كده. والله يا ماما سفرك ده هيحملني مسؤوليه عمري ما شلتها، بس ان شاء الله يا رب اكون قدها. وانا مش هخاف، هبقى باستمرار بينك وبين احمد. صالح مور يا استاذ، عايزك ان شاء الله النهارده تجيب المفارش بتاع الترابزات. على عيني وراسي يا استاذ. اه يا بهاء. ايوه يا استاذ احمد، مسؤوليتك اليافطه اللي بره عايزها تنور من الليله دي ان شاء الله. اعتبرها اتنورت باذن الله. صالح مور يا استاذ، كده ان شاء الله نقدر نفتتح المحل ومريم هانم موجود ان شاء الله. وانا املت لك نقفه جديد منتين بمنتهى الرشاقه والحيويه والنشاط، لا هيشتغلوا معانا وهيكونوا واجهه المحل. هما فين دول؟ موجودين. اتفضل يا استاذ.
الانسه منى والانسه فاتن. اهلا بيكم، انا عايزكم تعتبروا المحل بتاعكم يعني. ان شاء الله مريم هنا هتيجي النهارده تعرف عليكم. هذا المحل صار له مسكر سنين، ما كنت بتصور انه يفتح بهالشكل. يا سيدي انا قلت لك هذا الحكي بس جنابك انت ما صدقتني. ولا صدقتك. اسمع يا غسان، بدي هذا المحل يرجع يتسكر من جديد وباي طريقه باي تبن. عم تفهم علي؟ لا يا سيدي تربايتك، الموضوع كتير صغير واعتبر المحل تسكر من هاللحظه. والله يا محمود لو قلت لك الساعه صاعين بيبنك بالذات. وحشتيني قوي يا ماما. انت اكتر يا حبيب قلبي. الله ما شاء الله عليك يا حبيبي، جهزت كل ده لوحدك؟ لا طبعا مش لوحدي، حضرتك كنت معايا في كل حاجه بعملها. اول ما تجيلي فكره اقعد اتخيل رد فعلك لما تشوفيها هيبقى عامل ازاي. لو لقيتك فرحانه ومبسوطه اقول بس هعملها واكيد هتعجبك. لو لقيتك بقى مكشره بلغي الفكرة على طول. يلا يا قونطج، بس بجد كل حاجة عجباني. وفي حاجة كمان هتعجبك قوي. ايه هي؟ الركن اللي جوه خليته ريستورنت على أعلى مستوى. تعرف إن محمود كان عامل كده في الأول؟ ايه ده بجد؟ اه والله، بس بقى في الكام سنة الأخرانيين خلاها كوفي شوب بس، لان كان في ناس بتزن عليه انه يقسم المحل اتنين كل واحد ياخد جزء. اكيد عمتي صفيه. فعلا، بس يلا بقى اهو كل واحد راح لحاله. بس تعرف المحل بقى جميل جدا، تسلم ايدك. وطاقم الشغل كله كمل، بس انا اديتهم راحه 3 ساعات عقبال ما حضرتك توصلي وترتاحي شويه وتتغدي كمان، وبعد كده بقى نبقى نكمل الشغل واعرفك على كل الطاقم. انا نشيطه جدا، مستعده للشغل ان شاء الله من دلوقتي. لا انا عايز اقعد معاكي واشبع منك الاول وبعد كده نبقى نفكر في الشغل. ماشي يا سيدي، انا كمان عايز اقعد معاك. انا مجهز لك حته اكله سوريه بقى هنتغداها سوا. ايه ده، انت لحقت تشغل المطبخ؟ لا انا هاخدك على مكان هتفرحي بيه قوي، بس هطمن على العمال الاول. ماشي يلا بينا. معقول يا احمد لحقت اتوضيت على ايه؟ دي اجمل مفاجاه في حياتي، المنطقه كلها اتغيرت خالص. تيلا؟ لا تمام. الله يا حبيبي تجنن، انت غيرت حاجات كتير قوي. انا قلت مش معقول مريم هانم تفضل نازله في اوتيل، لا لازم تاخد راحتها في بيتها زي ما هي طول عمرها متعوده. في حاجه مش موجوده في البيت يا رشا. ايه هي؟ انت اللي مش موجود يا ممدوح. انا بتكلم بجد، ايه اللي مش موجود؟ التلفزيون مش موجود،
ايوه. طب انت وديتيه فين؟ باظ وديته يتصلح. يتصلح؟ انت بتهرجي يا رشا. وايه التهريج في كده؟ ليه ما قلتليش وانا كنت جبت لكم واحد جديد؟ انا عارف ان الولاد بيحبوا يتفرجوا على افلام الكرتون، وانت كمان التلفزيون هو التسليه الوحيده ليكي. خلاص يا ممدوح، انا وولادي تعودنا نكيف روحنا على اللي موجود، واللي مش موجود اتعودنا على عدم وجوده. ليه يا رشا؟ ليه مصممة تعذبيني بكلامك؟ وإيه اللي يعذبك في كلامي؟ أنا بتكلم عن أمر واقع. مراد كان في حياتنا ومضلل علينا، وفجأة مبقاش موجود، وتعودنا على عدم وجوده، وجيت أنت ومليت الدنيا علينا، وبرضه سبتنا ومشيت، وتعودنا على عدم وجودك. يعني هتيجي على التلفزيون اللي مش هنتعود على عدم وجوده؟ اسمعيني يا رشا، انا حاسس ان انا مقسوم نصين، بحبكوا جدا وما اقدرش ابعد عنكوا، بحس بمنتهى السعاده والراحه وانا معاكوا، لكن في نفس الوقت بحب حنان وانتي عارفه كده كويس، ومش قادر اعذبها معايا اكتر من كده. اول ما اتجوزنا قلتلك ان انت اتجوزتني بس عشان خاطر الولاد، وقلتلي بلاش نعكنن على نفسنا بكلام كبير كده واحنا لسه في شهر العسل. ممدوح، انا ما كنتش مراتك غير في الايام اللي قضيناها في الغردقه وبس، وبعد كده كنت بتبقى معايا ومش معايا. انا مش عارف انا عايز ايه، حاسس ان دماغي اتشلت عن التفكير. ساعات اقول لنفسي هنا اللمه والعيله والعزوه، وساعات تانية اقول ازاي اسيب حنان بعد كل الحب ده. انا مبقتش عارف انا عايز ايه، والله ما انا عارف انا عايز ايه. خلاص يا ممدوح، لحد ما تعرف انت عايز ايه انا في حل من اي وعد ارتبطت معاك بيه، وما تبقاش تلومني. تقصد ايه يا رشا؟ اقصد زي ما انت بتحب حنان انا بحب مراد، بس الحياة بتفرض علينا احتياجات، وأنا وولادي محتاجين لراجل يضلل علينا. عايزة تتجوزي يا رشا؟ لا، بس أنا عايزة أب للطفلين اللي جوه دول، ولو كان عندي أخ راجل ولا أبويا لسه عايش ما كنتش هقول الكلام ده. ممدوح، أنت رايح فين؟ ممدوح يا ممدوح، الشقة كانت وحشاني قوي، كان نفسي اخواتك يبقوا معانا. حنان عملت ايه مع ممدوح؟ زي ما هي، انا شايفه دماغها ومصممه تضحك على روحها للنهايه. يا عالم يا ماما، يمكن وجهه نظرها هي اللي تطلع صح في الاخر. يا ريت. اسكت يا احمد، اما ليله كاتب كتاب عمتك كانت لطيفه جدا، دي كانت ناقصاك. وهي بقى ما زعلتش ان انا ما حضرتش يعني؟ لما انت كلمتها وفهمتها ان وراك حاجات مهمه هنا هديت شويه، بس قبل كده بقى كانت زعلانه قوي. انا بعت لها هديه الجواز، وغير كده كمان انا بكلمها على طول واطمن عليها في الموبايل. عارفه يا حبيبي، انت عمرك ما قصرت في واجب. وكمان بستاذن حضرتك ان انا ابعت مبلغ كويس عشان جهاز امنيه، حضرتك عارفه ان هم ظروفهم مش قوي يعني، وده دوري. انا بموت في حنيتك، وطمعانه بقى في حنيتك دي انك انت تسامح اخوك. انا هقوم اجهز لحضرتك الغدا. انت اللي هتبقى العريس، هتروح تقدم لها؟ لا والله ما يحصل. انت ايه يا جدع، عاملني لعبه في ايدك؟ جوزتني وطلقتني وخلفت كمان حرامي خزن، ما تلحقيها يا صافي. ايه ايه في ايه؟ جرى ايه؟ بتزعق كده ليه يا عادل؟ انا خلاص الجدع ده هيطير البرج اللي فاضل في نافوخي. ما تقعدش تعمل هوسه بقى. ما تفهموني ايه الحكايه عشان اساعدكم. طارق بيه عايزني اتهرب واتجوز زي ما عملت مع البت اللي ماتت قبل كده. يجيبك ايه يا طروقه؟ اتجوزت بايه المره دي؟ المره اللي فاتت كان بالدم، والمره دي بايه؟ بالدموع؟ ياه، لا 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 مش عايز طريقه خالص.
يا ريت هو اللي اتجوزها، ده لسه بنت بنوت، والمصيبة الكبيرة بقى إنها